يا هلا فيكم في ترند. عبر حسابها في تويتر أعلنت السفارة السعودية في البحرين عن إمكانية عودة المواطنين السعوديين المتواجدين بمملكة البحرين والراغبين بالعودة إلى المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد وبدون تصريح مسبق ابتداء من اليوم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة. كما نوهت السفارة إلى أنه سوف يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها بمملكة البحرين ومن ذلك الحجر الصحي لمدة 10 أيام للمواطنين السعوديين القادمين إلى مملكة البحرين عبر مطار البحرين الدولي ترانزيت، مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية. رحل عن عالمنا اليوم الفنان البحريني سلمان زيمان بعد صراع مع المرض. ويعتبر الفنان سلمان زيمان أحد أبرز نجوم الأغنية البحرينية، كما أسهم في تأسيس فرقة أجراس اللي حققت انتشار في منطقة الخليج والوطن العربي. رواد مواقع التواصل الاجتماعي من داخل البحرين وخارجها نعوا الفنان الراحل، داعين من المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. نشر رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول صورة من مسبار الأمل بعد ابتعاده عن الأرض بمليون كيلومتر. وقال الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر وفي عمق الفضاء، صورة لوجهته وقبلته للكوكب الأحمر تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية. كل تبطيل أخيرة ممكن تكون الأخيرة، لا تبطل تبطل. هذه الكلمات اللي أرفقها حساب مجلس الصحة لدول مجلس التعاون على تويتر في الحملة التوعوية اللي أطلقها للمساعدة على الإقلاع عن التدخين بكل أنواعه. وأرفق الحساب كتيب مساعد يشرح الطرق اللي ممكن تساعده على الإقلاع عن التدخين، وفي آخر الكتيب شهادة تقدر تطبعها وتكتب فيها اسمك وتشاركها مع حساب المجلس لما تبطل تدخين. ومن الواضح أن الحملة بدأت تجني ثمارها، فقد شارك فيها العديد من الأشخاص منهم من فعلا استطاع الإقلاع عن التدخين. الله يبعدنا ويبعدكم من شر التدخين. وبهالخبر نكون وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة تقضونها في البيت مع أهلكم وأحبابكم. نلقاكم على خير.